لكن خلاص الانجازات دي خلصت، واللي جاي ايه بقى؟ هنا عندي رساله للجهاز والكابتن سيد واللعيبه. يمكن انا احيانا ممكن ابقى يعني قاسي شويه في حاجه، لكن ده من حب ليهم ومن خوفي عليهم. عشان كده الفتره اللي جايه محتاجه ازاي ننسى ما حدث من بطولات، خلاص خدنا فتره وننسى ما حدث ونبتدي بدايه قويه جدا. اهمها، لان احنا قادرين على ده، اهمها يكون القلب والروح روح الفانيلا الحمراء. عندنا جهاز فني عالي جدا، عندنا مدير كوره عالي جدا، عندنا جميع العاملين طبيا وعاملين واداره، كل دي مستويات عاليه، ومجموعه لاعبين يملكوا قدرات عاليه جدا. التوليفه دي بقى محتاجه الانطلاق القوي، ان شاء الله محتاجه انطلاقه قويه، اهمها الروح الفانيلا الحمراء مع طبعا القدرات الفنيه اللي مع جهازهم الفني، ونحن وجمهورنا منتظر منهم ان شاء الله المزيد في هذا الامر.